أمرضات الله ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين هردوا ببل ما جاءتهم البينات وبين بينهم فهذا الله الذين آمنوا فيما اختلفوا فيه من حق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ومن يرتد منهم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح